عليكم متابعين صفحة زين السباح. بعد اللي خليته ينشا يقطر ليلة كاملة، خرج كاع داك الماء تاعو، قعد غير اللحمة تاعو. اليوم ننشرو وعلى يومين ثلاث ايام يكون نشف لي، وهذيك تحصلت على النتيجة اللي وريتها لكم البارح. هذاك يابس الفلفل، ها هو الفلفل تاعي كيفاش صباح طلق كاع ماه. وهذا دوك ننشرو كامل نستفو، والعشية نحيه نرفدو نخبيه، وقدام داك نعاود له خاطرش نخليه في الليل كامل في الهواء الطلق. الميديتي يعاود ما يخليهوليش ينشف، يبقى ويعود يقدر حتى يخمج لي. هكذا نشر الفلفل تاعي نستفو مليح ونكمل الفلفل تاعي. هكذا نقبلو للسمش، هاي مازال ما جاش السمش مليح، ونشروه حتى نتحصلوا على عولة تاع الفلفل الحمر طومبلاسي الفلفل العكري، وهي درسها في نفس الوقت. هذه هي، ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم وتابعتوا خطوه بخطوه باش تتعلموا كيفاش ديروا العولات تاعكم في دياركم. انا نفضل هذا على اللي نفوروا ونخليه نطيبوا في فوق القدره ونخليه، خاطر هذيك البنه تاعو تروح له تنقص شويه لا فالور تاعو. باركونت هذايا لا يولي شباب باسكو فريش، كنا كينشمخو مع جوج حبات فلفل دريس هذوك اللي نشرو من الزنقه تجي الذوق تاعو بنين، وفي نقص الوقت ماشي حار بزاف. وانتوما كيما حبيتوا هكذا الدرسه ماشي حاره، حبيتوها حاره زيدوا لها بزاف في الدرسه هذيك تاع اللي نشروها في الزنقه، ولا تيبسوا تاع داك الفلفل الحار الطويل وتشمخوا هكذا وهكذا بالماء سخون وخليوها يطلق بيان كومبيفو. عندكم ميكسور تميكسيوها سينو بالمعز. بصحتكم وراحتكم، ما تنساوش تكونوا ابوني وتابعوني على صفحتي وبارطاجيو للماكسيموم. سلام متتبعين صفحة زينب سباح.